بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم جميعا وكل الترحيب للمسجلين في هذه الدردشة الرقمية لهذا اليوم، وتقبل الله طاعتكم ومساكم الله بالخير في هذا اليوم الفضيل من شهر رمضان الكريم. نرحب بكم جميعا في هذه الدردشة الرقمية لليوم التي تأتي ضمن مشروع وزارة التقنية والاتصالات لنشر المعلومة والفائدة للجميع في كل أرجاء السلطنة. رغم الظروف، بالتالي دائما هذه من أهداف الوزارة في نشر المعلومة والتواصل مع المعنيين والتواصل مع المهتمين في عالم تقنية المعلومات، وأيضا مواضيع أخرى في هذه الدردشة لكي تصل المعلومة الصحيحة والمفيدة والجديدة للجميع في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وأيضا التي تمر بها دول العالم. اليوم حضورنا الكريم، دردشتنا الرقمية لليوم إن شاء الله عن آلية تطبيق الذكاء الاصطناعي لمساعدة متخذي القرار في مختلف القطاعات. فباسمي وباسمكم أتشرف أن يكون معنا على البث اليوم الأستاذ مصعب المنيري، الرئيس التنفيذي لشركة داتا بوت. أستاذ مصعب، مساك الله بالخير وتقبل الله طاعتك، ومتشرفين بك في هذا البث. أستاذ مصعب تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. الصورة ما واضحة. الصورة ما واضحة. جميل. مساك الله بالخير وتقبل طاعتك. مساء النور والسرور، ومشكورين على التنظيم الأكثر من رائع بصراحة. ما شاء الله أنكم يعني في الوضع، هذه الأوضاع الاستثنائية، ما زلتوا قائمين بأعمال نشر المعرفة، وباستضافة أكثر من شخص. بصراحة المحاضرات الماضية كانت مثرية، ونتمنى أن هذه المحاضرات في الوضع الطبيعي، أو في الوضع لو رجعت الحياة على مسارها الطبيعي، تظل أنها موجودة، تكون في سهولة فيها أكثر من الحضور، يكون حضور أشخاص معينين في مكان واحد. أكيد إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ مصعب. دائما الوزارة تسعى لهذا الموضوع، يعني ما في موظفين مرتاحين جالسين، يعني الشغل متواجد، الشغل متواصل لنشر المعلومة والفائدة للجميع. فقط قبل البدء إن شاء الله، فقط أنا أود أن أذكر السيرة الذاتية الطويلة لأستاذ مصعب. أنا أعتقد لو بديت السيرة ما راح أخلص أستاذ مصعب. يعني والله هو ما بقولها سيرة ذاتية طويلة، بس بسرد بشكل مختصر عن السيرة الذاتية لك أستاذ مصعب. مصعب المنيري هو الرئيس التنفيذي لشركة داتا بوت في مجال تطوير البرمجيات لمدة 6 سنة. بقول 60 سنة عاد. لمدة 6 سنوات حاصل على ماجستير في تحليل البيانات الضخمة، متخصص في مجال البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله أستاذ مصعب راح يأخذنا في 45 دقيقة في الموضوع الشيق، راح يكلمنا اليوم في عن الذكاء الاصطناعي وآلية تطبيقه لمساعدة متخذي القرارات في مختلف القطاعات. وإن شاء الله في آخر ربع ساعة راح نأخذ الأسئلة من لديكم الموجهة للأستاذ مصعب. في خلال شرح أستاذ مصعب إنكم راح تطرأ لكم مجموعة من الأسئلة، فياريت عليكم فور أنكم يعني وددتم تسألوا في ذلك الوقت، وإن شاء الله راح نأخذ الأسئلة ونجاوب عليها في نهاية آخر ربع ساعة من هذا البث. هذا ما لدي، والكلمة لديك الآن أستاذ مصعب، نلتقي في آخر ربع ساعة. مشكور، ما قصرت. راح أبدي في البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم اليوم، وممكن هي يعني بعض المعلومات موجودة على أرض الواقع الحالي، ويمكن الظروف الحالية والاستثنائية هذه عطتنا مجال كثير أن نتعرف على
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والثورة الصناعية الرابعة، لأن هي مثل ما نقول الذراع الحديدية اللي ساعدت العلم الحالي على أساس أنه يتغلب على هذه الصعوبات، وما زلنا نواجه هذه الصعوبات، بس إن شاء الله مع الوقت راح تتسهل الأمور وراح ترجع الحياة لطبيعتها. راح أتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي ومساعدته في اتخاذ القرار أو متخذي القرار بالأخص في جميع القطاعات، في جميع المؤسسات كانت الحكومية أو الخاصة. كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في هذه القطاعات؟ كيف ممكن نرفع أداء المؤسسة من الوضع الحالي أو الوضع التقليدي للوضع الأحسن؟ كيف ممكن نزيد الإنتاجية للمؤسسة هذه؟ وغيرها من الحاجات اللي ممكن تطري في خلال هذا الشرح. راح أبدأ بنبذة بسيطة اللي هو عن الذكاء الاصطناعي على أساس أحط بعض النقاط على الحروف وأرسخ بعض المفاهيم، وبعدها ممكن ندخل لبعض المصطلحات اللي ممكن تفيد الشخص اللي هو يريد يبحث أكثر أو يروح بصفة عميقة في موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على أساس أن تكون فيه سهولة للمتلقي. الذكاء الاصطناعي، أول شيء لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي معظم الأحيان الأشخاص يربطوه بالروبوتات، بس الذكاء الاصطناعي هو أكثر من الروبوتات. بعض الأحيان ممكن يكون كنظام ذكي، بعض الأحيان ممكن يكون روبوت، بعض الأحيان استخدامه في حاجة معينة. ولما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي هو ليس علم مستقل عن علوم أخرى. لما أتكلم عن الذكاء الاصطناعي هو ليس علم مستقل عن علم البيانات، تحليل البيانات مرتبط ارتباط كلي بالذكاء الاصطناعي. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، في كثير حاجات ممكن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، ما بس هو كعلم مستقل فقط. فهنا خلينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. أول شيء الذكاء الاصطناعي هو سيستم أو نظام أو روبوت ممكن أن يؤدينا بصورة جزئية الحاجة اللي يؤديها عقل الإنسان بدون مساعدة أشخاص آخرين أو بدون مساعدة الإنسان. فلما نتكلم عن ذكاء اصطناعي يعتبر ذكاء مستقل حاله من حال الإنسان. لما نتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن تدخل فيها اللي هي التعرف على الصوت، التعرف على يعني الصورة، التعرف اللي هي تحليل الفيديو، اتخاذ القرار، حتى الترجمة، وكلها من الحاجات تندرج تحت الذكاء الاصطناعي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن لما نتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقسمها لخمس قطاعات عامة، اللي هي الأنظمة الذكية، علم اللغات، وتحليل الصوت، نفس الشيء كمبيوتر فيجن اللي هو مختص بموضوع تحليل الصور والحاجات المرئية، ونتكلم عن روبوتكس اللي هي الروبوتات. فهذه القطاعات هي القطاعات اللي تم تقسيم الذكاء الاصطناعي فيها أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيها. الأنظمة الذكية هي أي نظام ممكن إنه يحل ولو بشكل جزئي بعض المشاكل اللي ممكن تحتاج لجهد كبير من الشخص أو الموظف الطبيعي على أساس إنه يحلها. فهنا النظام ما بنقول إنه هو يسوي ريبليس أو إنه يكون مكان الموظف هذا، بس يساعد الموظف هذا على إنجاز العمل هذا بأسرع وقت ممكن. تطبيقات اللي هي تخص تحليل اللغات، هنا اللي نشوفها من التويتر وتحليل النصوص وغيرها، هذه من التطبيقات اللي تخص Natural Language Processing، وهذه من العلوم اللي كثير في توجه حالها في موضوع اللغة العربية في الوضع الحالي، لأنها مهمة وممكن تكون للمستقبل لها تأثير كبير. الصوت أو التعرف على الصوت نفس الشيء من الأشياء المهمة، وأتوقع أنه الجميع جرب هذا الشيء
في التليفون، في الايفونات، في الاندرويد، في جميع الاجهزه الذكيه ممكن تكون من ضمن هذه النقاط. الكمبيوتر فيجن اللي هي مختصه بالصور، تحليل الصور، تحليل الفيديو، تستخدم بشكل كثير، وشفنا تطبيقات كثيره في الفتره الماضيه محليه طبعا، استخدام الدرونز مع تطبيقات ممكن تعرف ان هذا الشخص هل هو مصاب او هل هذا الشخص قريب من الشخص الاخر وغيرها من الامور هذه تندرج تحت هذه القائمه. وطبعا الروبوتات غنيه عن التعريف. لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، طبعا الذكاء الاصطناعي هو المصطلح الاشمل لعده او ما بنقول عده علوم، هي في نفس العلم او في نفس الدائره، بس بنقول انه في تخصص او جانب معين في الذكاء الاصطناعي تسلسل في الفترات الماضيه من منتصف القرن الماضي لحد السنه هذه. فالذكاء الاصطناعي ما هو الشيء، ما هو انه شيء جديد على السوق او شيء جديد على الوضع الحالي، لا، هو حاجه موجوده في السابق بس تم تطويرها، تطوير الأجهزة، تطوير الخوارزميات المستخدمة، والعلوم اللي أثبتت حاجات جديدة ما كانت متوفرة في الماضي أو كان صعب إثباتها في الفترة الماضية. فلما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي يجي من بعده الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة باللغة العربية، وهو نفس الشيء، كيف ممكن إن إحنا نطبق أو إن نحاكي عقل الإنسان بصورة جزئية على أساس أنه يتطبق في جهاز معين، في جهاز كمبيوتر كان أو جهاز أو روبوت أو أي كان. فإحنا نحاكي هذا الشيء. الجزء الأخير واللي هو مثل ما نقول ترند في الوضع الحالي اللي هو التعلم العميق أو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هنا دخلنا مرحلة كبيرة، كيف ممكن إن نطور ذكاء ما احنا نعلمه، ما احنا نعطيه الحاجات اللي احنا نريد يتعلمها، لا، هو يتعلم من البيئه المحيطه. وهذه واحده من الحاجات اللي راح اتكلم عنها لاحقا. حددت الديب ليرنينج ممكن لانه مصطلح جديد لبعض الناس ومصطلح دارج في الوضع الحالي. وايش الفرق بينه وبين المشين ليرنينج؟ لو تلاحظوا المشين ليرنينج في الجزء الاعلى معانا انبوت ومعانا شخص يحدد وايش مواصفات هذه الداتا. يعني لو معانا في الاكزامبل الحالي او المثال الحالي هذا معانا السياره، فلازم شخص معانا يعطينا وايش مواصفات السياره هذه، وايش نوع السياره، لون السياره، وزن السياره وغيرها من الحاجات، وبعدها يدخلها في منظومه. هذه المنظومه هي اللي ممكن بعد فترة أو بعد ما علمناها وصلت لمرحلة إن قادرة هي تشتغل بنفسها، لو نعطيها سيارة ثانية ممكن تعطينا وش الناتج من هذه المنظومة، هل هي سيارة أو غير سيارة أو وش لون السيارة هذه. في الديب ليرنينج أو التعلم العميق، لا، هنا اختصر المسافة، وهنا بدل ما أنه تدخل الإنسان في تحديد المواصفات للداتا هذه، احنا دخلنا في موضوع تحديد المواصفات مع تقييم هذه البيانات واعطانا الناتج النهائي يتم عن طريق الآلة. راح اتكلم عن الالجوريثمز اللي هي تختص بالذكاء الاصطناعي، وهنا راح نشوف حاجات كثيره تخص الذكاء الاصطناعي ودقيقه يفضل انه الشخص يعرفها على اساس يعرف في اي فئه من الذكاء الاصطناعي ينطبق هذا التطبيق او هذا الحاجه اللي هو يشوفها قدامه. فمعانا سوبرفايزد ليرنينج. لما نتكلم عن سوبرفايزد ليرنينج، عن سوبرفايزد ليرنينج والريفورسمنت ليرنينج، هذه الثلاثه قطاعات ممكن يعني اقسمها بحاجه بسيطه. لو تشوف الصوره اللي في الاسفل معانا قطاع اللي هو السوبرفايزد ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج من اسمه هو انت محتاج انك انت تجلس مع المشين هذه على اساس تعلمها وتعطيك اوتبوت او تعطيك ناتج من الحاجه اللي انت تسويها. فمعنا الانبوت المدخلات، ومعنا نقوم بمرحله تدريب هذه الالجوريثم على اساس انها تعطينا ناتج صحيح.
في الانسوبرفايزد ليرنينج لا، احنا ما نتدخل في مرحله تدريب هذه الالجوريثم، فاحنا محتاجين فقط نعطي مثل ما اقول باوندريز للالجوريثم هذه انه هي تتحرك فيها، وبعدها نعطيها الداتا هذه او البيانات هذه كمدخلات هي ممكن تحللها، تسوي تريننج وبعدين تعطينا الاوتبوت. الرينفورسمنت ليرنينج هنا اللي ممكن تكون الحاجه اقوى بين هذين الحاجات، اللي هي تدخل فيها تطبيقات اتخاذ القرار وغيرها من الحاجات. فهنا تعمل عمل نفس الانسوبرفايز ليرنينج بس تعطينا حاجه اشمل، تعطينا مسترجعات ثانيه من الاوتبوت هذه، ما بس تعطينا الاوتبوت النهائي هل هو هذا مثلا سياره او دراجه، لا ممكن تعطينا خيارات اخرى حسب البيئه المحيطه اللي موجوده فيها، فهي ما تعتمد على الداتا الحاليه فقط، لا ممكن تعتمد على اي داتا موجوده قريبه على اساس ان تتعلم منها. راح نبدا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن تساعد متخذي القرار في القطاعات. طبعا راح اتكلم عن عده قطاعات او عده مجالات في المؤسسات، وهنا كيف ممكن تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في هذه المؤسسات وايش ممكن يفيد هذه المؤسسات. لما نتكلم عن Human Resource Management، إدارة الموارد البشرية أو في مرحلة التوظيف، إحنا نعرف الحين في مرحلة التوظيف لما تكون في وظيفة تم الإعلان عنها يتقدم حال للوظيفة بعض الأحيان آلاف الأشخاص. لما نتكلم عن عمان يمكن مجتمع صغير ممكن يكون الأعداد تكون بسيطة، بس لما نتكلم عن مجتمعات كبيرة عددهم فوق 50 و60 مليون ممكن يكون تقدم للوظيفة هذه يكون بحدود 20-30 ألف شخص. كيف إحنا ممكن نقلص الوقت اللي يتخذوه متخذي القرار اللي هم في قسم الموارد البشرية على أساس إنه يقلصوا الأعداد هذه لأعداد معينة ممكن يكون في حكم تفاضل بينهم؟ طبعاً هنا راح تكون هل الإنجاز أو البروسيس هذه كلها أوتوميتد باستخدام المشين ليرنينج أو ممكن تكون جزء منها باستخدام المشين ليرنينج. آلية التفاضل بين المتقدمين هذه طبعاً بعض الأحيان ممكن تكون استخدام الطرق التقليدية مجدية لبعض الأشخاص لعدم علمهم بالتقنيات الجديدة، بس لما تكون في أعداد كبيرة فهنا راح يكون بعض الأحيان ظلم لبعض الأشخاص اللي هم تقدموا وكانوا مناسبين فقط، بس عدد الابليكيشنز وعدد المتقدمين حال بينهم بين أنهم يكونوا في هذه الوظيفة. فهنا تدخل في موضوع الشفافية، فإحنا مجرد ما إن نستقبل السي في كان إلكتروني مثلاً في بملف وورد، وهذه بعض المؤسسات قامت بعمل هذا الشيء، مجرد ما انك انت تدخل هذا الملف في النظام معاهم وتقدم للوظيفه هذه الملفات او هذه السيره الذاتيه للاشخاص المتقدمين ممكن توصل ل 2000 او 3000 سيره ذاتيه. فبدل ما الشخص او الموظف اللي هناك يجلس يمر لكل سيره ذاتيه ويشوف هل هذه السيره الذاتيه هي مناسبه او لا، ممكن استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي مثل اللي هي Natural Language Processing، علم اللغات، ممكن ان نحلل النصوص اللي موجوده في هذه السيره الذاتيه على اساس ان نعرف هل هذا الشخص مستوفي بالشروط اللي احنا حطيناها او لا، هل ممكن نستبعد هذا الشخص او لا. فهنا يعني قلصنا الوقت، ممكن بدل ما احنا ناخذ أسبوعين 3 أسابيع لحد ما نخلص 2000 سيرة ذاتية، ممكن خلال دقائق أو أقل ننجز هذا العمل ونكون رفعنا إنتاجية المؤسسة. الموظف هذا قام بعمله وقام وقادر أن يقوم بأعمال أخرى. فهنا واحدة من الحاجات اللي ممكن
تساعدنا او تساعد متخذين القرار انهم ياخذون القرار هذا. وطبعا بعض المؤسسات العالميه وصلت لمرحله انه تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي اللي تقوم بالمقابلات، ما فقط تحليل السيرة الذاتية أو تصنيفها وغيرها، لا، نوصل لمرحلة قيام بالمقابلة، تحليل الشخصية، ممكن يكون امتحان في 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 المقابلة هذه وغيرها من الحاجات اللي تعطينا المجال إن إحنا خلاص نوصل لمرحلة إنه هذا الشخص هو الأنسب. وهذه بعض الأحيان تكون فيها شفافية أكثر من الأشخاص اللي هم يقوموا بالمقابلات، لأنه بعض الأحيان تكون فيها نقص في جانب معين وغيرها من الحاجات. بس هنا المشين أو الكمبيوتر أو النظام هذا ما ينحاز لشخص معين، فهذه واحدة من التطبيقات اللي ممكن نستخدمها. طبعا في حاجة ثانية غير اللي هو التوظيف، معانا موضوع بناء المسار الوظيفي للموظفين معاه في الشركات هذه. كيف أنا أعرف هذا الشخص هو الشخص المناسب اللي راح يكون في هذا مؤهل لهذه الوظيفة أو هذا المنصب في بعد فترة معينة؟ ممكن بمجرد إدخالات بعض البيانات، وهنا أتكلم عن البيانات، بيانات صحيحة، بيانات واقعية، بيانات تم تنقيحها على أساس أنها تدخل في النظام هذا، مجرد ما عرفها النظام هذا ممكن يبنينا شبكة من المعلومات تعطينا من الشخص الأنسب أو من الشخص اللي هو جالس يتطور في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، على أساس إن إحنا خلال سنتين في المستقبل ممكن نأهل هذا الشخص إنه يصير بالمنصب الفلاني. فهنا هذه التطبيقات بتساعد المؤسسات هذه لاختيار الشخص الأكفأ بحكم عمله وليس بحكم فترة معينة، لأنه نعرف إحنا ممكن موظف الموارد البشرية أو أي موظف كان، حتى الموظفين في الإدارات العليا هم بعض الأحيان متغيرين، يكونوا خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات وغير منصبه أو غير وظيفته. فهنا يمكن يصير ظلم لبعض الأشخاص لأنهم في هذه الفترة صار إنهم اشتغلوا كثير، اشتغلوا بحماس، بس لما جاء المدير الجديد أو الإدارة الجديدة ما صار في تفاعل بينهم وبينه، فاعتبروه من الأشخاص الكسالى في موقع العمل. فهنا نحتاج إن إحنا نكون في معرفة شفافية فنستخدم الأنظمة هذه. لما نتكلم عن Artificial Intelligence في موضوع Logistic، كان قطاع الشحن، قطاع المواني، قطاع المواصلات وغيرها من الأمور هذه، وهذا القطاع قطاع حيوي كبير، وعدد تدفق المعلومات فيه معلومات ثقيلة، معلومات ضخمة. فإحنا محتاجين بدل ما شخص معين هو اللي يتخذ القرار فقط بالنسبة للبيانات هذه، إحنا نساعد متخذ القرار هذا لاتخاذ البيانات الصحيحة. طبعاً لما نتكلم عن قطاع الشحن ومثلاً قطاع التجزئة مثل أمازون وغيرها من المؤسسات الكبيرة اللي تعتمد على آليات الذكاء الاصطناعي، هم لما طبقوا آليات الذكاء الاصطناعي باستخدام تحليل البيانات الحالية معاهم قدروا يرفعوا نسبة الأرباح ونسبة جودة العمل معاهم بنسب كبيرة تتضاعف كل سنة. ليش؟ لأنهم هم جالسين يطبقوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي معاهم في وضع العمل، ومنها ممكن يوصلوا للمرحلة اللي هم عارفين أو متوقعين ويش راح يصير خلال الأشهر القادمة أو خلال السنوات القادمة. وهنا راح نتكلم عن أشياء أكثر، ويش الأشياء اللي هي ممكن تكون مناسبة إني أنا أتاجر فيها، الخطوط الشحن اللي هي ممكن تقلل لي صرف البترول أو تقليل عدد الموظفين وغيرها. لأنه هنا راح نتكلم عن حاجات كثيرة وحاجات جوانب كثيرة، فلو غفلناها راح تكون تسبب لخسائر للمؤسسة هذه، بس لو اهتمينا فيها الأكيد أنه راح تعطينا تحذيرات للمستقبل، وراح تعطينا اقتراحات للمستقبل على أساس نطور هذا القطاع أو هذه المؤسسة. وأعتقد اهتمام
في موضوع اللوجيستيك يعتبر اهتمام قوي في العالم الحالي في موضوع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأنه قطاع حيوي ومكلف. راح نتكلم عن قطاع الأعمال. ممكن قطاع الأعمال يكون غريب لبعض الناس، وبعض الناس مهتمين في قطاع الأعمال، وكيف ممكن نطبق تطبيق يعني نطبق الحاجات اللي تخص الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، وكيف ممكن نتوقع ويش اللي راح يصير في الفترات القادمة. خلينا نتكلم بشكل عام عن قطاع الأعمال. إحنا لما نتكلم عن قطاع الأعمال أو قطاع البيانات الأعمال، واللي هي أكثر حاجة القطاع المالي أو البيانات المالية، كانت البنوك، كانت شركات التدقيق المالي وغيرها من الأمور هذه، كيف ممكن يتغلبوا على الوضع الحالي؟ كيف ممكن يشوفوا الحسابات الحالية؟ إحنا نعرف إن لما نتكلم عن حسابات بسيطة على مستوى الفرد اللي هو موظف ويستلم راتب أول كل شهر ويصرف الراتب هذا لنهاية الشهر، كيف تنسيقه لهذه المصروفات؟ هل هذه المصروفات هي حقيقية؟ هل إنه في مرحلة من المراحل هو خسر مبلغ من المال، من المال هذا حال حاجة معينة مال ضرورية؟ هل هو قام بصرف هذه المبالغ في حاجات ما ضرورية وأدت إنه قبل نهاية الشهر أو قبل استلامه للراتب الآخر إنه هو وصل للمرحلة هذه إنه هو الراتب هذا خلص ما قادر إنه يكمل هذا الشهر؟ فهنا إدارة المصروفات هذه تعتبر حاجات كبيرة بالنسبة للفرد، فما بالك المؤسسات اللي هو المؤسسات الكبيرة اللي تتعامل بالملايين وبعضها بالمليارات. فإحنا لما نتكلم عن قطاع البنوك قطاع حيوي، لما نتكلم عن قطاع الأقسام اللي تخص المالية والتدقيق في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، هذه القطاعات حيوية لأن تعتمد المؤسسة عليها اعتماد كلي. لو كان في صار خطأ في هذا القطاع أو في هذه في هذا القسم راح يأثر تأثير سلبي كبير على المؤسسة، لأنه الدعم المالي هو الأساس لبقاء هذه المؤسسة. فلما نتكلم عن الفرود ديتكشن، إذا في اختلاسات معينة في الأموال، كانت الأموال العامة أو الأموال الخاصة، كيف ممكن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعطينا يعني المراجع لهذه الاختلاسات؟ كيف ممكن تعطينا انه هذه هذا الاستثمار او هذا البزنس او هذه الشركه تعتبر شركه موثوقه او غير موثوقه؟ هنا البيانات الماليه، البيانات الماليه بيانات مهمه. طبعا البيانات الماليه مجرد ما يحللها اللي هو البزنس اناليست او الشخص المختص في تحليل البيانات هذه، راح يوصل للمرحله انه ايش يعرف هل هذه الشركه مناسبة للاستثمار، هل هذا الاستثمار حقيقي، هل هذا الاستثمار له عوائد مادية أو ما له عوائد مادية. بس هنا لو صار في خطأ معين ممكن نوصل لمرحلة أنه ما ممكن نتدارك هذا الخطأ وتصير كارثة. فتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام تعلم الآلة والتعلم العميق ممكن يعطينا اللي هو يسمى الباترن، أو كيف البيانات هذه جالسة تمشي، كيف بيانات هذه يعني ويش المعلومات اللي خلف البيانات هذه اللي ممكن الشخص العادي يجلس 4 أو 5 أو 10 ساعات وهو يبحث في هذه البيانات على أساس إنه يطلع المشاكل اللي ممكن تحدث في المستقبل ويتجنبها. بس هذا الشخص له ليميتيشن، بس لما ندخل موضوع الذكاء الاصطناعي ممكن انه هذا الذكاء الاصطناعي او هذا السيستم يعطينا اوفر فيو، يعطينا نظره عامه للبيانات هذه، نظره دقيقه ممكن انت كبزنس اناليست ما قدرت او كاوديتر ما قدرت تعرف هذه البيانات انها تم التلاعب فيها وغيره. فهنا يعني مثل بدل ما ان احنا نوظف أكثر من شخص في مجال واحد، ممكن يكون الشخص هذا أو الشخص المعني في هذا المجال أو مجموعة الأشخاص المعنيين في هذا المجال يعتمدوا على نظام آخر يعطيهم توقعات
بالنسبة للداتا اللي موجودة معاهم. طبعا هنا الداتا تختلف بحسب الداتا اللي موجودة، هل هي داتا تم تدريبها في النظام هذا مثل ما ذكرت قبل سوبرفايزد ان سوبرفايزد ليرنينج وغيرها اللي هي reinforcement learning. فهنا لازم نعرف وش انواع الداتا هذه. طبعا ممكن ننقل نفس النولج نفس المعرفه عند الشخص اللي هو صار متمكن في هذا المجال وصار له مثلا 20 او 30 سنه في هذا المجال ويعرف خبايا المجال هذا، ننقل المعرفه هذه لاشخاص اقل خبره، اشخاص جونيورز، اشخاص مبتدئين، لكن ويش بمساعده انظمه ذكيه. فاحنا النظام الذكي يعتبر مثل الشخص السينيور في المجال هذا، فالشخص هذا راح يفيد الشخص اللي هو مبتدئ في المجال هذا على اساس انه يتخطى بعض الصعاب ويتعلم بعض الحاجات، يعني بدل ما هو المبتدئ هذا قام ودقق البيانات هذه وقال انه البيانات هذه صحيحه 100%. بس في الواقع لا، هذه البيانات فيها اخطاء، فيمكن النظام هذا مجرد ما انه حلل البيانات هذه وبتحليلاته بمعرفته السابقه ببيانات مشابهه قام وعطانا مخرجات انه هذه البيانات فيها خطا او فيها حاجه غير صحيحه. هذه الحاجات الغير صحيحه ممكن تكون في جانب معين او في ورقه معينه. فهنا راح الشخص المبتدئ هذا يرجع مره ثانيه ويراجع الاوراق هذه ويصحح الاشياء هذه ويتاكد منها. فهنا رفعنا كفاءة العمل وسهلنا العمل للأشخاص الآخرين. لما نتكلم عن قطاع الزراعة، وأتوقع أن قطاع الزراعة شهد في الفترة الماضية تطبيقات كثيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع نفع عام، ومنها استخدام الدرونز في مشروع اتوقع المليون نخله، استخدام الدرونز لتصوير المسطحات، معرفه المسطحات هل هي قابله للزراعه وغير قابله للزراعه وغيرها من الحاجات اللي ممكن تكون في اطار الزراعه هذا. فهنا قطاع الزراعه قطاع كبير، يمكن هو ما يعتبر قطاع كبير معارف عمان، بس لما نتكلم عن دول اعتمادها اعتماد كبير، نتكلم عن اكثر من 60 او 70% من دخلها من المنتجات الزراعيه. فهنا كيف ممكن هم يرفعوا الانتاجيه؟ كيف ممكن نرفع الانتاجيه من الوضع الحالي للوضع المستقبلي؟ كيف نعرف انه هل هذه التربه او هذه المنطقه مناسبه للزراعه؟ هل هذه المنطقة هي الأنسب أو لا لازم ننتقل مكان آخر؟ هل المحيط المنطقة هذه ممكن يكون انبعاثات من مصانع أو غيرها لها تأثير على المنتجات هذه الزراعية أو لا؟ هنا كل الحاجات تعتبر مدخلات، تعتبر بيانات. مجرد ما الأنظمة هذه، طبعا كانت الأنظمة هذه مختصة بالدرونز، التصوير الجوي، معرفه هل هذه التربه من الاعلى او هذه المساحات قابله للزراعه او غير قابله للزراعه، تقييم المساحات هذه، كم نسبه الفوائد او في حاله ان زرعنا في هذه المساحه كم متوقع الارباح او كم متوقع الانتاج قبل الارباح في بالنسبه لهذه المنطقه. فكل هذه الحاجات تعتبر مخرجات من البيانات المدخله في موضوع او في قطاع الزراعه. فهنا متخذ القرار في هذا المجال راح يتخذ القرار الصحيح، مش القرار اللي هو بعض الاحيان عشوائي او بعض الاحيان في دراسه لكن دراسه جزئيه. احنا نعرف انه قطاع الزراعة قطاع كبير وقطاع يتأثر بحاجات كثيرة، بعض الأحيان يتأثر بحاجات موسمية، بعض الأحيان بنوعية التربة، بنوعية المياه، بعض الأحيان بحاجات إحنا ما توقعناها خارجية. فكل هذه الحاجات راح تأثر على هذا القطاع، فإحنا نريد نرفع من أداء هذا القطاع. فهذا القطاع مجرد ما نرفع أداءه راح يكون فيه أرباح خيالية، أرباح كثيرة، وهذا اللي نشوفه في دول أخرى. فاحنا محتاجين ان نطبق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في
قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات اللي هي ممكن تزيد الإنتاجية فيها لو احنا عرفنا المسار الصحيح لاستخدام هذه القطاعات، أو وين القرارات الصحيحة اللي ممكن نطبقها على أساس إنها تعطينا القرار النهائي أو القرار الأنسب نتخذه، وبعدها نطلع لهذا لحاجة ثانية في نفس القطاع. فإحنا محتاجين نهتم بقطاع الزراعة اهتمام كبير، والكل يعرف إنه عمان في مرحلة من المراحل كانت مهتمة بالزراعة وغيرها، فإحنا محتاجين إنه فقط نرجع للوضع السابق بس باستخدام التقنيات الحديثة على أساس إن إحنا نقاوم أو نتفادى المشاكل اللي تصير في الزراعة هذه. في مجال الصناعة أو في مجال المصانع، هنا لما نتكلم عن موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة في المصانع، معظم الأحيان المصانع تنتقلنا مجرد ما يكون معهم خام معين من المواد يطلعوا لمرحلة الإنتاج وبعدها المبيعات. هنا مثل ما نقول الدائرة، دائرة المبيعات هذا ودائرة الإنتاج هذه واضحة، بس بعض الأحيان نشوف تكدس لبعض البضائع معهم، بعض الأحيان نقص في موضوع المواد الخام وغيرها من الحاجات اللي تأثر على أداء العمل، وبعض الأحيان تسبب خسارات في المصانع هذه أو في القطاعات الصناعية. كيف ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاجية مصانع هذه، وزيادة إن الموظف هذا ما يكون كل وقته راح يقضيه في حاجة ما تفيد المؤسسة هذه؟ ممكن يكون ضياع الوقت الموظف بعض الأحيان سبب من أسباب الحاجات اللي تؤدي إلى خسارة المؤسسة، ويمكن المؤسسة بالنفس ما قادرة تقوم بالشكل الصحيح أو اتخاذ القرارات الصحيحة على أساس أنها ترفع الإنتاجية. كيف ممكن نرفع الإنتاجية هذه؟ طبعاً في حاجات كثيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن نسويها. أول شيء مجرد ما أن ندخل موضوع تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ممكن نعرف إحنا بمتطلبات السوق، هذا في البداية وتعتبر بيانات قوية. ممكن نعرف المواد الخام ومتى المواد الخام هذه تكون متوفرة، أو بعض الأحيان ربط البيانات هذه بتوفر المواد الخام من جهات أخرى كانت محلية أو كانت خارجية. الشيء الثالث آلية الإنتاج معانا، ويش المنتجات اللي هي الأنسب للإنتاج في الفترة الحالية وهي ما مناسبة في فترات أخرى. فلما نتكلم عن قطاع الملابس أو قطاع تصنيع الملابس، هل من المنطق أنه في مصنع يصنع ملابس شتوية في فترة الصيف أو بداية فترة الصيف؟ هنا بيكون في ركود في هذه البضاعة. ليش؟ لأنه هذه البضاعة مناسبة لوقت آخر. فهنا المنطق الصحيح يقول لك أنه لا، البضاعة الشتوية تكون في الشتاء والصيفية تكون في الصيف، بس على مستوى الإنتاج من البضائع الأخرى أيا كانت هذه البضائع إلها أوقات معينة، وهذه المصانع لازم تعرف البيانات هذه، لازم تسوي دراسات وين الأسواق المناسبة حالها، ومتى تصنيع هذه المنتجات، وأي نوع من المنتجات يتم تصنيعها، وكم الكمية. لأنه بعض الأحيان ممكن نرفع الإنتاج في منتج معين وننقص في منتج آخر، وتكون الفائدة أضعاف بدل ما احنا يكون الانتاج في كلا المنتجين بنفس القوة. فهنا محتاجين ان ندخل موضوع الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار هذا. بمجرد ما احنا ندخل البيانات، والبيانات هذه أكد عليها تكون بيانات صحيحة ومنطقية، وتم جلب البيانات هذه من مصادرها، مجرد ما تكون البيانات هذه دقيقة وصحيحة، النظام قادر انه يعطينا ويش القرارات اللي راح نتخذها في الفترات القادمه. مثل حال الشخص اللي هو يحلل البيانات هذه يتخذ القرار، هنا راح يكون في نظام ممكن انه يساعد في اتخاذ القرار هذا. لما
نتكلم عن القطاعات المختلفة. هنا القطاعات المختلفة احنا نعرف او في مجال القطاع الخاص، خلينا من القطاع الحكومي. القطاع الخاص معظم الاشخاص اللي هم متمكنين في مجال معين، هم السينيورز او اللي عندهم خبرة في مجال معين، يتنقلوا من شركة لاخرى. بعض الاحيان الشركة هذه تفقد قوة الشخص هذا اللي هو كان يقوم باعمال كثيرة، وهذا الشيء يسبب انه انتاجها يقل، فوائدها تقل، وحاجات كثيرة تسبب ربكة في الشركة. فكيف احنا نتفادى هذه الاشياء؟ كيف الشركات، كيف المؤسسات تتفادى هذه الاشياء؟ تتفاداها بانشاء انظمة ذكية قادرة انها اذا ما بتغطي بنقول 100% من وجود الاشخاص هذيلا، وممكن استبدالهم باشخاص اقل خبرة ويتعلموا من الانظمة هذه، ونقل خبرة الأشخاص السابقين واللي هم متمكنين للأنظمة هذه، أتليست إنه نوصل لمرحلة 60 أو 70%. كذا بنوصل لمرحلة إن إحنا ما بنقصر في 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 العمل، ما بيكون ما بتكون هذه المؤسسة تحت ضغط مالي أو ضغط إداري وغيره من الأمور. بس في المقابل ما خسرنا الموظف هذا أو الموظف اللي معاه خبرة معينة، مجرد ما خسرناه هذه المؤسسة رجعت لمرحلة الصفر، لا. فالمؤسسات لازم تستثمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أساس توصل للمرحلة اللي هي قادرة إنها تستوعب جميع الخبرات في أنظمة ذكية. ما بنقول إنها هي تكون بديل للأشخاص، لأنه محتاجين ذكاء الإنسان. بعض الأحيان الإنسان قادر أن يشوف حاجات المشين ما قادر تشوفها، بس هنا المساعدة، يعني الشخص اللي هو في المجال ممكن يكون عمره 15 سنة وخبرات كثيرة وأداؤه قوي، يمكن يكون عنده نظرة مختلفة عن الشخص اللي هو أكمل في المجال 3 أو 4 سنوات. أنا ما بظلم هذا الشخص اللي هو كمل 3 أو 4 سنوات، بس يمكن هذا الشخص اللي هو قضى العمر هذا أو شاف حاجات كثيرة أو بيانات كثيرة في المجال هذا، عنده نظرة مختلفة، شاف حالات يمكن تكون الواضح أنها الوضع جيد بس في المقابل لا، الوضع سيء. هذه من الحاجات اللي ممكن تطبق فيها الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة. طبعاً راح أوصل للقطاع الأخير اللي هو القطاع الصحي، وأتوقع أن الجميع سمع عن الأنظمة الذكية اللي تستخدم في 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 القطاع الصحي حالياً، وكيف إنه العالم جالس يحلل البيانات، يستخدم الذكاء الاصطناعي، يستخدم الخوارزميات على أساس إنه يتوقع متى ممكن هذا الوباء ينتهي. طبعا قبل لا نقول انه يتوقع متى الوباء ينتهي، لازم نعرف حيفيات الوباء الحالي، لازم نعرف البيانات الدقيقه للوباء الحالي، اليه انتشاره، كميه انتشاره، مقاومه الافراد، مقاومه المؤسسات، مقاومه الدول، القطاعات الصحيه، كلها هذه راح تكون مدخلات للانظمه هذه. فلما نتكلم عن قطاع الصحه وإنشاء مثلاً اللي هو لقاحات، إنشاء الأدوية، طبعاً هنا لما نتكلم عن الوضع السابق أو الوضع القديم، لما نتكلم عن لقاح معين يتم تجربته باستخدام تقنيات عادية. بعض الأحيان التقنيات هذه مش تقنيات متطورة وتأخذ فترات طويلة، بس الذكاء الاصطناعي قلصنا هذه الفترات، بدل ما إحنا نقضي سنة كاملة في تطوير لقاح معين ممكن هو يطوره في خلال أسابيع. فالأسابيع هذه قلصت الوقت اللي احنا محتاجينه على أساس انه نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. فهنا قللنا ممكن يكون الكوست اللي هو المبالغ المستهلكة أو المصاريف لتطبيق هذا اللقاح. فإحنا بدل ما نقول إنه معانا وباء مثل الوباء الحالي كورونا، ف
فبدل ما احنا نجلس مثلا 10 سنوات واحنا نبحث عن لقاح معين ممكن يكون يقلصنا هذا الذكاء الاصطناعي انتاج لقاح شبيه او قريب او ممكن يفيد بنسبة 80 أو 90% في فترة وجيزة لمدة أشهر بسيطة. وهذا الشيء اللي هو العلم الحديث جالس يتكلم عنه، طبعاً غير التطبيقات الأخرى، تطبيقات معرفة المصابين باستخدام أشعة الأكس راي وغيرها من الحاجات اللي ممكن تكون حاجات جديدة على السوق، بس هي الحاجات اللي المفروض أن تتطبق حتى في موضوع الأمراض الأخرى، ما بس أمراض اللي هي الوباءات مثل الوضع الحالي. والقطاع الصحي قطاع كبير، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أتوقع جميع سمع عنها وممكن نضيف فيها إضافة كبيرة محلياً ودولياً. طبعاً انتهيت من البرزنتيشن، تفضل خالد. جميل، شكرا جزيلا. عني كنت قاطعتك، والله عندك شيء بتخط من لا 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 لا، هو على الوقت 45 دقيقة. جميل جميل، خلاص. شكرا جزيلا استاذ مصعب المنيري على هذه المحاضرة وعلى هذه الدردشة الرقمية. بالتالي الان عندنا ربع ساعة للحضور لتقديم الأسئلة لمصعب. أنا قلت اللي كان في البداية كاتكم أي سؤال تكتبوه في الـ Q&A's عشان نطرحهم على طول تباعاً للوقت. يعني مرات حتى نهاية الدردشة قرابة الساعة 9:10 والناس تسأل، يعني تسألوه من قبل يكون أفضل. طيب، أول سؤال نأخذه من سعيد الكليبي. سعيد يقول: المشكلة في الوقت الحالي نعاني من الملوحة، في مد البحر، مد البحر، وتصل الملوحة مسافة طويلة تحت الأرض، وهذا الشيء يسبب في تلف زراعة وكذلك في قلة الأمطار. وكم تعرف قلة الأمطار تعطي الملوحة تصل المزارع، وكيف يتم المعالجة؟ سؤال ما أدري، السؤال ما فهمت وش هو المقصد من سؤالك الحين يا أخ سعيد. هو لو قطع خالد، اتوقع انه جزء من السؤال فهمته، انه كيف ممكن نحل المشكله، وهي اتوقع في اكثرها في محافظه الباطنه. واتوقع انه هذه المشكله مشكله قائمه من سنوات كثيره. كيف ممكن نحل اليه ملوحه التربه واللي هي تاثر على الزراعه بشكل عام؟ أتوقع أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض الأحيان ما بقول أنها تحل لنا كل المشاكل، بس هذه المشاكل ممكن تقللها. ليش؟ أول شيء تحليل التربة، تحليل المناطق، آلية بعض المنتجات ممكن تتأثر بملوحة التربة، بعض المنتجات لا ما تتأثر. وإحنا نشوف الحمضيات وغيرها ممكن تكون طبيعية الزراعة فيها في المناطق هذه، بعكس الحاجات الثانية ممكن تكون فيها ملوحة. فهي تحليل البيانات أو تجهيز البيانات هذه من مختلف جوانبها، كانت من التربة، كانت من المياه، كانت من الأشخاص المزارعين نفس الشيء، المنتج بالنفس أو الشجرة يعني اسمه أو نوع الزراعة المستخدمة، كل هذه الأشياء تعطينا prediction أو تعطينا مقترحات وإيش الحاجات اللي ممكن نزرعها وين نزرعها. هي هذه اللي تقللنا تأثير الملوحة في التربة. جميل. سؤال ثاني من يوسف المقبلي يقول: هل يوجد تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات في قطاع الثورة السمكية لدى السلطنة؟ والله أنا ما اطلعت على تقنيات مستخدمة معانا في السلطنة، بس التقنيات المستخدمة في الثروة السمكية بشكل عام وكيف ممكن نطبق آلية الذكاء الاصطناعي، هو موضوع اللي هو الفحص الحراري ممكن يكون، التصوير الجوي
تحليل للبيانات. بعض الأحيان احنا نشوف انه نواجه مشاكل كثيرة في موضوع البحر من ناحية اللي هو المد الأحمر وغيرها من الحاجات هذه. وأتوقع هذه الحاجات تكون بدايتها قبل فترة، أو تأثيراتها تكون قبل فترة وبعدها تجي هذه الأزمة أو هذه الحاجة. فتحليل البيانات واستخدام الأنظمة لتحليل البيانات هذا، تحليل مياه البحر، تحليل المحيطات فيها، تحليل مثلا يعني البيئة البحرية بشكل عام، الأسماك وغيرها وغيرها، ممكن تعطينا نظرة للمستقبل وإيش الأشياء اللي قاعدة تصير. مثلا جميل. ليش هذا النوع من الأسماك نقص، ليش هذا النوع من الأسماك زاد، وغير هذه الأشياء، على أساس إحنا نتخذ القرارات بعض يعني. وهذا الشيء اللي هم سويوه في موضوع الصفيلح وموضوع الحاجات اللي هي موسمية. جميل، يعني عشان يكون الموضوع واضح، في السلطنة لا توجد تقنيات الذكاء الاصطناعي أو إن للثروة السمكية، وأنت ما معك خلفية في هذا الموضوع أستاذ. والله هو أنا يمكن تكون موجودة بس أنا ما اطلعت عليها جميل جميل، للأمانة. خلاص يمكن لأن في الجهات سؤال عشان ما أيوة الجهات يمكن قاموا بمبادرات، والمبادرات هذه ما طلعت لبرا للعامة، فيمكن تصير يعني. جميل. أميرة البلوشية تقول يعطيك العافية أستاذ، شلون ممكن أتخصص في تحليل البيانات؟ هل في شهادات محددة أم لا؟ والله هو تخصص تحليل البيانات اللي هو يندرج كله تحت موضوع علم البيانات، أو أيا كان أي علم مختص بعلم البيانات. طبعا علم البيانات أو تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي بالنفس هو علم مشابه لتحليل البيانات، فهو هي كلها تعتمد على البيانات أو تعتمد على الداتا اللي موجودة معانا. ففي قطاعات كثيرة، بس هنا وين تطبيق القطاع هذا؟ يعني علم البيانات ليس علم محتكر لأشخاص اللي هم في مجال الكمبيوتر، لا. علم البيانات ممكن يكون في قطاع البزنس مثل ما تكلمت عنه، في قطاع الأعمال، في قطاع الصناعة، في قطاع الصحي، في قطاع أي قطاع كان. فالشخص هذا مجرد ما هو يحدد نظرة اللي يريدها أو المجال اللي يريده يطلع للتخصص اللي هو يريده. طبعا هنا نتكلم عن تحليل البيانات الضخمة، واللي هو الشغل الشاغر لكثير من الناس انهم يتعلموا كيف ممكن نحلل البيانات الضخمة بكمية البيانات هذه. واتوقع الدكتور سلطان اثرف في هذا الموضوع قبل معانا تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في تحليل البيانات او استخدامها في حاجات اخرى، في اتخاذ القرار، في الروبوتات وغيرها. فهنا التوجه الصحيح انه لازم انا اعرف وين اريد يكون المستقبل، او اريد يكون المجال الصحيح حالي على اساس اخذ القرار الصحيح في المجال المعين. بس مثل ما اقول انه معظم بس التخصصات هذه تخصصات قريبه من بعضها البعض. بس عشان ضيق الوقت ما شاء الله انت تتشعب كثير في السؤال، يعني الجواب، بس على يد يكون الجواب على قد السؤال لضيق الوقت. ان شاء الله ان شاء نذير الله. المشعلي يقول كيف احل البيانات وما هي المهارات اللازمه؟ بشكل مختصر، ما معنى الا تقريبا 8 دقائق استاذ. كيف احلل البيانات؟ طبعا تحليل البيانات اما باستخدام لغات برمجه، وهذه لغات مثل الار، معك البايثون، ومعنا نفس الشيء تحليل البيانات باستخدام الادوات الموجوده مثل تابلو، مثل اس بي اس اس وغيرها من البيانات هذه، من الادوات هذه. ففي ادوات ممكن تكون ادوات مجانيه وبعض ادوات مدفوعه، وممكن استخدام لغات البرمجه اذا كان الشخص متمكن في تحليل البيانات. جميل. السؤال الآخر، أيوة، أميرة البلوشية، جاوبنا على سؤال أميرة. سعيد الكليبي مرة ثانية، كيف أعرف في تشجيع من قبل هيئة سوق المال حول طرح التأمين الزراعي، وهذا بيساعد على نمو الاقتصاد الزراعي في السلطنة؟ ما فهمت السؤال، ما واضحة الصورة معي. يمكن هو قصده كيف يعني من الممكن انه يعرف ان هل هناك تشجيع من قبل هيئة سوق المال
حول طرح التأمين، في هناك تأمين زراعي، ما أعرف هل في هناك تأمين زراعي على المزارع مثلا، وهل هذا بيساعد على النمو الزراعي؟ يمكن يتكلم على أنه يعني ما أعرف هل موجود هناك في تأمين زراعي، ما عندي أي فكرة. أعتقد في تأمين منشآت، ما أعرف والله، عذرا أنه بس ما عندي خلفية على الموضوع هذا، فما أقدر أجاوب عليها. محمود أولاد ثاني، محمود أولاد ثاني يقول السؤال: ما مدى المحاولات في السلطنة في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته؟ والله في محاولات كثيرة في الفترة الماضية، كان في محاولات كثيرة، وأتوقع أن سمعوا عنها الكثير من الناس، موضوع استخدام الدرونز، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حاجات كثيرة في مختلف القطاعات. في محاولات، في محاولات ناجحة، وفي محاولات رفضت السوق، بس في المقابل بعدنا احنا في مرحلة تأسيس في موضوع الذكاء الاصطناعي، واشوف انه المستقبل كبير على اساس نطبق الذكاء الاصطناعي. جميل. بدور الصواعي تقول: ابي اعرف نبذة مختصرة عن شركة ومدى أهمية مجال تخصص الإحصاء للشركة، وفي مجالات للتدريب، ولكم جزيل. أعتقد تتكلم عن شركتكم أستاذ مصعب، يعني نبدأ مختصرة عن الشركة وعن مدى أهمية مجال التخصص الإحصاء معكم، وهل في هناك مجالات للتدريب؟ والله بتكلم بشكل عام، وطبعا الإيميل موجود، ممكن الشخص يتواصل. جميل، تفضل. أيوه، تواصلوا على الإيميل. الشركة مجالاتها في مجال علم البيانات والتحليل، وغير انه في معانا موضوع اللي هو السوفت وير ديفلوبمنت او تطوير البرمجيات. اتوقع انه الوقت ما بيسعف، بس ممكن تواصل الشخص على الايميل. بالايميل، جميل. او حتى تعطيهم اذا في هناك موقع الكتروني استاذ مصعب للشركه. الموقع الالكتروني حاليا في في في, في الصيانه، فيفضل انه يتواصل على الايميل على اساس انه تكون البيانات واضحه يعني. جميل جميل. ياسر الشبيبي زميلنا ياسر يقول: كيف يمكننا الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا؟ والله هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي شفناها كثير. أول شيء بالنسبة لقياس تباعد الأشخاص عن بعضهم البعض، تحليل البيانات، وين المناطق اللي هي تعتبر بؤرة لهذا الوباء، وين المناطق اللي هي بعيدة عن هذا الوباء، كيف 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 ممكن نحدد المنطقة هذه وآلية انتشاره، كمية انتشار هذا، على أساس أن تتخذ الإجراءات الصحيحة من قبل مثلا اللجنة العليا، على أساس أن تقفل منطقة معينة. لما تكلمنا عن مطرح، لما تكلمنا عن المناطق المحيطة حالها، كلها تعتبر قرارات جيد بعد تحليل بيانات مختصة بموضوع الوباء وانتشار الوباء هذا. وطبعا القطاع الصحي نفس الشيء، كيف ممكن يساهموا انهم يرفعوا الأداء في القطاع الصحي، نفس الشيء يحللوا البيانات، وبعض الأحيان استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي، بس مش استخدامات كثيرة للوضع الحالي، بس أتوقع أنه استخدامات ممكن تكون في المستقبل. محمود أولا الثاني سؤال بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في اللغات، هل يعني هل ممكن أن الذكاء الاصطناعي يدخل في عمليات اللغة العربية؟ يقصد هو الإعراب. أيوة، الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة ممكن أنه يكتب بحوث علمية، والبحوث العلمية هذه تنشر من قبل مجلات علمية، وفي مجلات علمية كبيرة. فهنا وصلنا لمرحلة أن الذكاء الاصطناعي قادر أنه يساهم في مرحلة البحث العلمي، وساهم في حاجات كثيرة. فاللغة العربية لغة شوية متشعبة، بس أتوقع أنه راح نشوف تطبيقات كثيرة في المستقبل تخص اللغة العربية، مثل ما هي واقعة في اللغة الإنجليزية الحال. جميل. مبارك الغيلاني يقول: هل قام الأخ مصعب بتنفيذ بعض المشاريع أو بعض الخطط على الأقل بالتعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة؟ هل قمتم أم لم تقم أخ مصعب؟ هي فيه كانت محاولات لبعض البرامج، لبعض البرامج. طبعا تخصص الشركة كتخصص في الداتا ساينس وغيرها، مش ما بقول انها شركة الى عمر كبير، نتكلم عن سنة وحاجة في هذا المجال. فأتوقع انه
المجال بعده في بدايته ومحتاجين إن شاء الله. حاجات كثيره في المستقبل عشان نقدر نطور تطبيقات هذه. جميل. نذير المشعلي يقول: ما هو اسم الخوارزمية الأساسية لتحليل أرقام البيانات؟ ما في خوارزمية معينة طبعا، لما تكلمت عن جميل. ايوه تكلمنا عن انواع من البيانات اللي هو السوبرفايزد ان سوبرفايزد والرينفورسمنت ليرنينج اللي هي الالجوريثمز. خوارزميات كثيرة وكل داتا لها خصوصية معينة. بالضبط. رائد الكيومي: هل من ما هي الادوات او التطبيقات التي يمكن الاستفاده منها في تحليل البيانات بشكل مختصر؟ مثل ما تكلمت قبل معك لغات البرمجه ار وبايثون، والادوات مثل تابلو والاس بي اس اس وغيرها من الادوات. جميل. اللي ممكن تستخدم. جميل. بدويه علي سيف تقول: جزاك الله خير أستاذ، هل هناك رؤية في تدريس الذكاء الاصطناعي كمنهج مدرسي؟ أتوقع أنه بدأوا في هذه المجالات بالنسبة للكليات والجامعات الخاصة والحكومية، وأتوقع أنه في توجه من بعض الشركات لنقل هذه المعرفة للفئات العمرية الأصغر. فأتوقع أنه راح نوصل لمرحلة أن ننقل هذه المعرفة للمدارس في القريب العاجل يعني. بس فقط أنا أعتذر للي طرحوا الأسئلة، يعني ما شاء الله أسئلة كثيرة تم طرحها في الآونة الأخيرة، ولكن لضيق الوقت يعني أنا أعتذر لأنه يعني لضيق الوقت ما نقدر يعني نقدم ونطرح الأسئلة، ولكن لو في هناك أي سؤال أو استفسار فيمكن التواصل مع الأستاذ مصعب من خلال إيميله الظاهر الآن. فبالتالي وصلنا إلى الختام في هذه الدردشة الرقمية التي تكلمنا فيها عن آلية تطبيق الذكاء الاصطناعي لمساعدة متخذي القرار في مختلف القطاعات. قبل الختام، هل هناك أي كلمة أخيرة تقدمها للحضور أستاذ مصعب؟ والله هو الشكر موصول لكم قبل لتنظيمكم هذا يعني هذه المحاضرة، وللحضور نفس الشيء، أتمنى أنهم استفادوا ولو القليل من المعلومات اللي طرحتها، وإن شاء الله تكون رافد لأشخاص كثيرين على أساس أنهم يدخلوا هذا المجال حيوي. جميل. شكرا جزيلا أخ مصعب، وأيضا الشكر موصول للحضور الكريم، والشكر موصول مرة أخرى لك أستاذ مصعب، وخذينا من وقتك الثمين وقدمت لنا هذه الدردشة الثمينة عن الذكاء الاصطناعي مساعد متخذي القرار في مختلف القطاعات، وأيضا الشكر موصول للمنظمين في قسم التوعية والإعلام في وزارة التقنية والاتصالات في قيام والعمل في هذا المشروع المفيد للجميع، لدائما يهدفون فيه في نشر التوعية والمعلومة والفائدة لكي يكونون قريبين من جميع المهتمين في هذا الأمر، وأيضا في أمور أخرى متعلقة في أمن وتقنية المعلومات. هكذا حضورنا الكريم وصلنا للختام، وإلى اللقاء بالغد إن شاء الله مع دردشة رقمية أخرى. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.